بالنسبه للجديد ديال رمضان ان شاء الله غنديروا الجزء الثاني من كبور والحبيب، مغامرات جديده، علاقات جديده، شخصيات جديده، ولكن استمرار ديال الحبيب وكبور كشخصيات محوريه. التاليف كنكتبوا مع اسامه رمزي، عن جون عنده مؤهلات زوينه في التاليف، وبطبيعه الحال مع هيثم مفتاح اللي هو في نفس الوقت غادي يمثل الدور ديال الحبيب كيف مؤلف. 30 حلقه من المده القصيره، فورما كور، تمويل خواص 100%، والبث غادي يكون كنظن في دوزام، يعني غتكون هي القناه ديال البث ديال هذه السلسله. هذا هو الجديد ديالو. بالنسبه للموجه الشبابيه في الفكاهه، هي موجه هي ظاهره صحيه بطبيعه الحال، لانك تعرف ان الفكاهه قبل ما تكون فن هي اولا تعبير، وهاد الاولاد خصهم يعبروا. بزاف فيهم كيستعملوا الفكاهه كاداه للتعبير، عندات كاداه لتحقيق الذات، اللي فلهذا خصنا نعطيهم الوقت ديالهم، خصهم ضروري يجربوا المؤهلات ديالهم امام الجمهور، امام العامه، في المجالات العموميه، في التلفازه، في المسارح، في الاذاعات، في الانترنت. الا ما نضجوش ما يمكنناش نحكموا عليهم بسرعه، لان خصهم مساحه زمنيه باش يبينوا على الموهبه ديالهم. اذا هذه الظاهره واخا يكونوا كثار، واخا يكونوا الاساليب كتشابه، ولكن في الكم ممكن لنا في المستقبل ان نشوفوا تنوع مثلا في التقنيات، تنوع في العوالم، تنوع في التيمات، وتبدا عندهم واحد شويه ديال لوريجيناليتي، لان لحد الساعه كاين تشابه كبير، لان كاين مفتونين بالفكاهة، وهذا شيء جميل جدا، لأن بالنسبة لي أنا هناك بعد بيداغوجي في الإقبال على الفكاهة، لأن ما هيش غير فقط فن أو مهنة، هي أيضا وقبل كل شيء هي أداة للتعبير عن الذات، وهذه هي اللي خصنا ننتبهوا لها. في هذا الاتجاه علاش خصنا نشجعوا الشباب ونعاونهم، ما نديروش لهم رقابة مفرطة، ونعطيهم مجال ومساحات للتعبير، لأن محتاجين يعبروا في المجال العمومي، في القطاعات العمومية، هذا حقهم، وخصنا ندعموهم في هذا الاتجاه.